جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول أختنا: أمي عجوز كبيرة عمرها يزيد عن 60 عام، وتقول إنه فاتها ما يقارب 3 رمضانات، أي 3 أشهر قبل ما يقارب 30 سنة، وذلك عند الولادة، فهل عليها القضاء؟ وإذا كان هناك مشقة عليها في القضاء فماذا تفعل؟ علما بأنها كانت جاهلة، وتقول: كان الذي يفوت عليه رمضان يتصدق بصدقة، ويعتقدون بأنها تجزئ عن الصيام. وجهونا جزاكم الله خيرا. الواجب عليها أن تقضي الأشهر التي أفطرتها، ولا يسقط عنها قضاؤها ما دامت قادرة على ذلك. وأما أنها يشق عليها القضاء، فبإمكانها أن تفرق القضاء حسب استطاعتها، لا يلزمها أن تتابع القضاء حتى تنتهي، بل يجوز لها أن تفرقه حسب استطاعتها وإمكانياتها إلى أن تنتهي منه. وعليها مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم من أجل التأخير، كفارة عن تأخير القضاء إلى هذا الوقت. نعم، جزاكم الله خيرا. كونها كبيرة في سن معينة شيخ صالح، هل لكم من توجيه آخر؟ إذا كبرت كبرا يمنعها من القضاء، كبر هرم، لا تستطيع القضاء، يكفي الإطعام، يطعم عن كل يوم مسكين. اللهم استعان.